بكم، مرحبا بكم معايا في القناة. اليوم بغيت نوجد واحد الكيك وبغيت نشاركه معكم. عندي هنا ثلاثة البيضات، كاس ديال السكر، هذا بالعنبة، كاس لارو ديال الزيت، جوج ليمونات ماندارين محكوكين، كاس ديال المدافي، ومعه الفان والدقيق حسب الخليط. وغادي نديرو ثلاثة د الخمارات، لا ربي جوج خمارات، وهذا هو المولي غادي ندير فيه الكيك. وهذا وتابعو معانا حتى الاخر. غادي نزيد السكر مع البيض وغادي نطرب مزيان. بعد ما درت الخليط كامل، دابا غادي يبقى ليا الدقيق، غادي نبقى نزيدو بشويه بشويه. وانتوما معايا، ودابا غادي نبداو نزيدو الدقيق بشويه بشويه. انا راه غربلتو وكنعاود ثاني نغربلو. باش كتجي ملي كنغربلو الدقيق كتجي الكيكه مهويه. هنا راه ثلاثة د الكيسان لي درت، كنغربلاهم وكنعاود ليهم وكنزيد الخميره حتى هي نغربلها باش الكيك كيجي خفيف ملي كتغربل الدقيق. كنمشي معاها هكا حتى كيدخل هاد الدقيق في الخليط. الكيك ديالنا وديك الساعة كنشوفو الخليط ملي كي شوية يعقد عاود ولا كان خفيف، راه كدخليها كطلع وكتدخل الفران وكتهوى. معنا حتى تولي حتى تشوفو شحال غتهز لينا. أنا المهم مغربله هنايا ثلاثة د الكيسان ديال العنبة كبار. هي هي الكيكه راه عينك ميزانك ملي كتشوفي، راه معروف ملي كيكون دقيق كتهزيها وتشوفيها واش قالت في الخليط، راه كت عينك ميزانك في كل شيء، عينك ميزانك. راه كاين شي مرات تتعبري وما كتجيكش هي هذيك،
وكان شي مرات تخدمي غير عادي وكتجيك هي هادي. راه درت فيها واحد القشره ديال اللي المندارين، هذيك المندارين اللي عصرت هنايا راه درت القشره ديالها باش عطينا داك المذاق زوين، كيبدل الريحه في البيض. كتحسوا بها ملي كتبداو تخلطوها، كتحسوا بها ثقيله. انا ما قطعتش الفيديو باش تشوفوا مزيان. بس شويه اللي كيجيو كيخوي الدقيق في مره واحده ولا غير بشويه بشويه. شتي ملي كتحسوا الخليط بدا كي شويه كيتقال كتعرفي راه صافي. دابا هو هذا الخليط اللي بغيناه، هو هذا شتي فاش كديري الكيكه هاه وكتبدا ترسم لك داكشي اللي خلطيه، عارفيها الكيكه ديالك هي هاديك، وراه من الفوق كلشي على الطياب. انا غادي نسخن الفران وملي غندخل الكيكه ديالي غادي نقصها ومن بعد نتلاقى. وها الكيكه ديالنا درتها في هذا الطاوه، درتها في هذا الطاوه ودابا غندخلها للفران على 180 العافيه غير لتحت، وهي هزيتها الفوق باش ما تحرقش ليا وطلع مزيان الكيكه. وها الكيكة ديالنا دابا غندخلها للفران، هنا غندخلها للفران هانتوما. وهادي هي الكيكة ديالنا بعد ما طابت، هي خرجتها من الفران. دابا غادي ندير ليها واحد السقوة ديال الحامض، نسقيها بالحامض ومن بعد غنوريكم كيفاش جات. وهذه هي الكيكه ديالنا بعد ما طابت، ودابا راه غادي نقطعها وندير لها السقوه ديالها وندير حلوه لاكريم وغادي نشاركها معاكم.